بيبدأ الفيلم بواحد مخطوف من الكتف بيفك نفسه وبيموت واحد من العصابة من غير ما حد يحس، وفي نفس الوقت بيكون الاتنين التانيين واقفين، واحد منهم بيكلم رئيسهم في التليفون وبيعرفوا انهم رابطينه كويس ومستنيينه لحد ما يجي ويشوفه يتعامل معاه ازاي. وقبل ما يخلص المكالمة بيقوم المحترف ضرب الاتنين بالفاس ويموتهم. ولما بيوصل الرئيس ووراه العصابة بتاعته بيشوف رجالته هم واقعين في الارض والمحترف مش موجود مكانه، وفجأة بيلاقوا الباب اتقفل. بيفضلوا يضربوا نار في كل مكان وهما مش عارفين هو فين، لحد ما بيتفاجئوا بالفاس في راس واحد منهم وضرب نار على رجل رئيسهم، واللي بنكتشفه انه بيكون صاحبه وبيتكلموا مع بعض. ولما بيترجاه انه ما يموتهوش بيضرب نار على رجله، والتاني بيترجاه انه يسيبه عايش تاني، بس بنلاقي البطل هنا سايقه حبتين وبيبعد رجله وبيتضايق لانه وسخ الكوتش بتاعه هو جديد وغالي، فبيضرب نار على ايده برضه وبيجيب آلة وبيعرفه انها هتموته بالبطيء وبيقول له ما انا قلت لك يا صاحبي اني هكون اخر صاحب ليك. بنروح بقى المكان بيتصارعوا فيه والناس اللي موجوده بتهتف باسم الطفل، وبيكون صاحبنا المحترف موجود بيتفرج على المصارعه اللي كسبها في الاخر ماركو اللي بياخد الفلوس بتاعه المباراه ويمشي ويروح لمامته في البيت، وكان باين عليها انها تعبانه جدا. وتاني يوم بيروح لواحد وبيتكلموا مع بعض، ولما بيسالوا عن مامته بيعرفوا انها محتاجه عمليه وانه لازم يلاقي ابوه في اسرع وقت عشان ياخد منه فلوس عمليه مامته، وبيسيب له فلوس وبيطلب منه يخلي الشخص في كوريا يدور له على ابوه، وبيروح هنا ويقعد يشرب ويشارك فرحان على فوز برينلي، وبيجي واحد ويتكلم معاه ويطلب منه يشاركه في سرقة مجوهرات، وكل اللي عليه انه يقطع الكهرباء ويشتت الامن بس ونصيبه هيكون 10%. ماركو رفض ده حتى بعد ما الراجل فكره بعلاج امه وسابه ومشي. بيروح البيت وبيبعت ليه رسالة بيكون محتواها ان برينلي خسر المباراة وان الفلوس اللي شاركها في الرهان راحت للطرف اللي فاز فيها. بنلاقيه كلم صاحبه ووافق انه يساعده في سرقة المجوهرات وبياخد منه مسدس، وهو في طريقه بيوصل لكبس الكهرباء ولسه بيفتحه حس بحد وراه هيضربه، فبقى الضربه نزلت على كبس الكهرباء واتفاجئ بمجموعه من البلطجيه عاوزين يضربوه، وقام بينهم خناقه وفضل يضرب ويتضرب، وكلنا عارفين ان الكثره تغلب الشجاعه. وبعد كده طلع المسدس وحذرهم انه هيقتلهم لو حد قرب منه، بس بيتوكس لما بيلاقي ان المسدس ما فيهوش طلق وبيكتشف ان صاحبه ضحك عليه وهما فضلوا يضحكوا، جري منهم وهو بيجري لقى صاحبه بيشاور له من العربيه ومشي وسابه. وهو بيعدي الطريق من غير ما ياخد باله واحده بتخبطه بالعربيه ونزلت واعتذرت له واصرت انها تاخده توديه المستشفى، وهو بيوافق عشان يقدر يهرب من البلطجيه. ولما راحت عملوا فحوصات واخدوا منه عين الدم، وتاني يوم البنت راحت له واعتذرت له تاني وادته فلوس تعويض عن الاصابه اللي اتسببت فيها، وهو بياخدها لانه محتاج للفلوس دي. فضلوا يتكلموا لما لقيت لغته الكوريه كويسه سالته اذا كان كوري ولا لا، وبعد كده قالت له انه كوبينو وده شيء مهين عندهم بمعنى ان امه من الفلبين وابوه كوري الاصل، ومعظم اللي بيكونوا كوبينو بيتخلى عنهم ابوهم زي ما حصل معاه كده. وبعد ما خرج من المستشفى جات له مكالمه خلته يجري وراح للراجل اللي كان بيدور له على ابوه، وعرف منه ان ابوه كان بيدور عليه ولقاه وانه هيجي ليه في اقرب وقت، واداله بطاقه للتليفون يقدر يكلمه منها لما يروح كوريا. بنلاقي المحترف بتاعنا اللي قتل الناس في اول الفيلم بيشرب كولا وبيبص على العربيه نزل منها ناس باين عليهم الغنى، وطلع عند ماركو اتكلم واحد منهم مع ماركو وعرفه ان المحامي بتاع ابوه، وبيقول له ان ابوه تعبان ومحتاج يشوفه، وبيكون مجهز له الباسبور واوراق الخاصه بالسفر وبيقنعه انهم لازم يسافروا كوريا دلوقتي. ماركو بيكون خايف على مامته، وما المحامي بيلاحظ ده بيطمنه وبيقول له ان في ممرضه تفضل معاها وتراقبها لحد ما هو ياخد الفلوس من ابوه ويرجع، وبيوافق اما بيعرف ان تكلفه عمليه امه قروش بالنسبه لثروه ابوه، بيضطر يوافق لان كل دقيقه مهمه بالنسبه لامه، وبالفعل يسافر معاه في الطياره اللي راحه كوريا. بيكون في واحد قاعد باين عليه الغنى بيشوف الاخبار اللي موجوده عن عيلته وان في حد اتصل بيه وعرفه ان الموضوع تم وانهم جايين هما وماركو ومفيش اي مشاكل، وكان في واحد منتبه ليه وهو بيتكلم. بعد كده خلص المكالمه وسالوا عن الاخبار اللي الصحافه بتنشرها عن عيلته وطمنوا انها ما فيهاش شيء يضرهم وخلاهم يمشوا. وبعد كده راح لمكان في نفس الاوضه وبنلاقي راجل كبير في السن نايم والاجهزه الطبيه حواليه وباين عليه التعب جامد، وبيتكلم معاه وبيعرفوا ان ابنه الصغير خلاص هيجي كوريا، وبنفهم من هنا ان ماركو هو ابنه الصغير وان ده اخوه الكبير والراجل المريض ده يكون ابوه. بنروح بقى لماركو وهو في الطياره وبيكون بيتفرج على فيلم والناس اللي كانت معاه نامت، وبيلاقي واحد قريب منه جدا، الواحد ده حبيبنا اللي قتل الناس في اول الفيلم، وبيتكلم معاه بيعرفه ان ابوه غني جدا وانه لما يوصل لكوريا يتكلم باللغه الاجنبيه عشان يبان انه ابن الراجل الغني وبلاش الايطاليه عشان الكوريين مش بيفهموها، وبيتكلم معاه في كذا حاجه وبيقول له ان هو صاحبه وبانه هيكون اخر صاحب ليه كمان. وقبل ما يتخانق ماركو معاه جت المضيفه وطلبت من المحترف يرجع مكانه، وقبل ما يمشي كلمه وساله ازاي بعد العمر ده كله ابوه ظهر وطلب انه يشوفه وكمان مجهز له اوراق سفره، ووطى على ماركو وقال له كلمتين ومشي. وماركو فضل مستغرب. اول ما بيوصل المطار بيتصل المحامي كمان على واحده وبتبلغه انها خلصت على البلطجيه اللي كانت بتضرب ماركو وصاحبه الخاين والبنت اللي كانت هتراقي امه، والبنت دي كانت شايفين من بعيد ومعاها بنت اصغر منها بتكون بتراقبهم من بعيد. وبعد ما قفلت مع المحامي ادت البنت علبه والبنت خدتها ومشيت، والمحامي خرج هو والرجاله وماركو من المطار وركبوا عربيه ومشيوا.
نروح لمكان فيه عشب كتير، واقف فيه رجالة ومعاهم هان اخو ماركو الكبير، وبنلاقيهم بيفتحوا شنطة العربية وبيطلعوا منها اتنين، وبيكون جسمهم عليه دم كتير. وبعد ما شالوا القناع من على وشهم بصوا للرئيس وبيتصدموا ما بيوريهم صور ليهم هم في وضع مخل، وعرفهم ان محدش هيدور عليهم عشان كل ده وصل لعيلتهم ومبقاش حد عاوزهم. واحد منهم بيحاول ينكر فبيتضايق هان من اسلوبه ويقوله ان خانه بعد ما وثق فيه 19 سنة، وبيمسك الشوت جان من واحد من رجالته وبيضربه بيه لحد ما بيموت ويبقى زي الفرخة البلدي. والتاني اتفق معاه انه هيعدل تلاتة ولو وصل للغابة في خلال 10 ثواني هيسيبه عايش، ومسك شوت جان تاني وقبل ما يقول تلاتة بيجري الراجل فبيضربه بالشوت جان لانه جري قبل ما يوصل لتلاتة، وما بيلاقي لسه فيه روح بيضربه تاني لحد ما بيموت ورمى الشوت جان ومسح ايده بكل برود. وفي نفس الوقت بيوصل مجموعة من الدكاترة اللي متابعين حالة ابوه وبيبلغهم يستعدوا عشان العملية ومشي وسابهم. بنروح لماركو وهو في العربية مع اربع رجالة والطريق طويل جدا، وهم ماشيين بيلاقوا عربية بتقرب منهم واللي بيسوق هو نفس الراجل اللي قتل العصابة في اول الفيلم، وبيوجه مسدس وبيضرب السواق والعربية بتنحرف عن الطريق وبيعملوا حادثة. والمحترف لما بيلاقي اتنين منهم لسه عايشين بيروح يموتهم، وماركو بيغيب عن الوعي لثواني وبيتخيل انه ماشي في غابة لوحده وواحدة بتنادي عليه. بيفوق ولما بيطلع من العربية وبيكون هو الوحيد اللي اتصاب اصابات بسيطة ولقى حد بيصفر، بيبص يلاقي البطل بتاعنا السايكو وباين من كلامهم انه عاوز يموته، وبرر ده ان ده شغله وبيفكروا انه قاله في الطيارة انه هيعرف الحقيقة كلها قبل ما يموت. بيهرب منه ماركو وبيفضل يجري والمحترف بيضرب عليه نار، وكل ما يهرب منه يلاقيه جايب العربية وراه لحد ما وصل لكوبري، وما لقى المحترف قدامه بينط من عليه وسبحان الله بينزل عايش، والمحترف كمان نط وراه وبرده بيفضل عايش عادي جدا. وجري في نفق، واول ما المحترف بيجي خارج من النفق بيلاقي المطر مطرت فبيرجع تاني وسابه يهرب ووقف يضحك ويهدل شعره في المراية. بنروح بقى الهان اللي بيتصل على المحامي وبيلاقي فونه مغلق وبيجيله اتصال من رقم غريب وبيكون باين على وشه انه مش مرتاح، وشكل كده الشخص اللي بيكلمه بيطلب منه فلوس كتيره مقابل حاجه. وبتيجي رجاله هان مكان الحادثه وبيلاقوهم كلهم ميتين وماركو مش موجود، وبيعرفوا الرئيس بده وبيقول لرجالته يستعدوا وبيروح لابوه وبيعرفوا انه هيجيب اخوه الصغير باي تمن. وبيبان ماركو هو ماشي في شارع غريب وبيروح يتصل على رقم مكتوب في بطاقه المحامي، بس بنت هي اللي بترد عليه وبتساله عن مكانه. ولما بيقفل معاها بيتصل على ستايد كيم وعرفوا ان في حد عاوز يقتله، وبيعرف ان في مشاكل عندهم كمان. بس قبل ما يعرف منه اللي بيحصل بيلاقي المحترف السايكو ماشي بالعربيه ورايح عليه، فبيسيب التليفون وبيهرب، والمحترف بيروح وراه لحد ما بيوصل لشارع ما بيقدرش يعدي منه بالعربيه، فبيخرج المحترف من فتحه السقف وفضل يجري وراه وينادي عليه ويعرفه ان عقليته سهل جدا يعرف تفكيرها وهو هيستخبى فين، وان عمره ما ضيع هدف من اهدافه لحد ما فجاه ظهر قدامه وهو بيكلمه. راح ماركو ضربه بالبوكس في وشه وقع على الارض وهرب. امي لفظ هدومه لان اهم حاجه عنده الشياكه، وفضل واقف يبص عليه. وماركو بمجرد ما وصل على اول الشارع لقى عربيه وقفت قدامه وبتكون فيها واحده وبتقوله يركب، وكانت دي البنت اللي كلمها. كان متردد الاول بس لما لقى المحترف وراه راح ركب معاها وهي مشيت قبل ما يوصل لها. المحترف بيرجع لعربيته وحاول يخرجها بس العربيه اتكسرت على الاخر، ولانه في عالم موازي كل اللي قهره ان عربيته الجديده اتكسرت. وماركو في العربية والبنت بتقوله حاجات هو مش فاهمها، وبتقوله انها هي نفس البنت اللي خبطته ووديته المستشفى، ولما بيسألها هي مين بتقوله انها يعرف الحقيقة كلها قبل ما يموت. وهما ماشيين قبل اخوه مع الرجالة بتوعهم وراحوا وراهم، وماركو مش فاهم في ايه، وهي عرفته ان ده اخوه الكبير وان هو اللي امر الرجالة يجيبوه عشان ابوه تعبان. واخوه اتصل بيها وفهمها ان المفروض توديله ماركو، وهي عرفته ان الاتفاق ده كان مع المحامي اللي مات مش معاها، ولو حابب ياخده ويوقفهم. وفضلت سايقة بسرعة كبيرة ووراها اخوه وباقي الرجالة، والبطل السايكو كمان جه وراهم، وهي دخلت في الغابه وضللتهم وكلهم مشيوا ومحدش اخد باله انها خدعتهم. وقفت بالعربيه في نص الغابه وعرفته ان ابوه واخوه محتاجين ليه جدا، وان ابوه صاحب شركات كبيره ومستشفيات وجامعات وعنده فلوس كتير جدا، وعرفته ان ابوه لو مات اخته ومرات ابوه هياخدوا الورث كله، فعشان كده اخوه عايزه عشان ينقذ ابوه اللي محتاج يعمل عمليه قلب، وبالتالي هما محتاجين ياخدوا قلب ماركو عشان ابوه يعيش. وفي الوقت ده هما كانوا بيجهزوا غرفة العمليات عشان العملية تتم. وجهت المسدس لرأسه ولسه قصرب عليه لقيت عربية خبطتهم، وبيكون فيها المحترف اللي بينزل منها وبيضرب نار، وماركو بيعرف يتخلص منها وبيفضل يجري في وسط الغابة، والبنت فضلت تضرب نار على المحترف وكسرت ازاز العربية وهو زال عشان هي جديدة. بعد كده بتبص عليه لقيته فوق العربية بتاعتها وحطت المسدس في دماغها وموتها. ماركو بيجري لحد ما بيوصل لطريق وبيلاقي عربيات كتير حاوطته ونزل منها اخوه واخده معاه وراحوا القصر، وعرفه على اخته وهي مشيت وطلعت العلبه اللي كانت واخداها من البنت وطلع فيها مسدس. ماركو راح وشاف ابوه واخوه خلاه يتصور غصب معاه وجاب ابوه في الصوره عشان تكون اول واخر صوره ليهم. وبعد كده الرجاله حقنوه بمخدر وودوه اوضه العمليات وقلعوه هدومه كلها ونضفوا جسمه. واخوه سال عن وقت العمليه وعرف انها تاخد حوالي 9 ساعات. دخل ياخد شاور، وكان في الوقت ده المحترف حبيبنا السايكو في الطريق ليهم.
بعد مدة بنلاقي ماركو بيتخيل انه في غابة تاني وحد بينادي عليه، وبعد كده بدأ يفوق. الممرض قال لهم انه فاق ولازم يخدروه تاني، وفجأة بيظهر المحترف السايكو اللي كان متنكر ولابس لبس ممرض وبكل سهولة بيخلص عليهم كلهم. وقفل الباب وبص لماركو وشال الماسك وقال له انه صاحبه هو بيضحك، وقومه واداله حاجة يغطي بيها جسمه وضرب نار على الباب موت رجالة كانت داخلة. وبيخرج هام من الحمام وبيكون متوقع ان ده هيحصل، وكان ماركو واقف قدام ابوه اللي نايم وكلمه، وابوه حاول يمسك ايده بس ماركو سحبها وكان باين عليه الزعل. بيقف هان قدام الباب ومعاه حوالي 30 واحد من رجالته وماسك شوتجن، فبيمسك المحترف ماركو وخلاه قدامه ووجه المسدس على راسه وخرج لهم وكان طالب منهم عشان يسيب ماركو 10 مليون دولار امريكي. بيحاول هان يقلل منه وبيساله عن سعره بالون، فبيقول له المحترف بكل سهوله هيكونوا كام، بس فجاه بتظهر اخته من ورا الرجاله ومعاها مسدس وصوبته ناحيه المحترف السايكو، وهو بياخد باله منها وقبل ما بتضرب عليه بيكون هو بعد وبيدخل الاوضه هو وماركو. رجالة هان بيفضلوا يضربوا نار لحد ما هان بيأمرهم يوقفوا ضرب، والمحترف اما بيلاقي خربوش في رجله بيفضل يتألم، والمحترف بياخد باله ان ابو ماركو سبب المصايب اتصاب وبينزف، وبيخش اخو ماركو ومعاه الرجالة وبيهددهم المحترف اللي كان ماسك المسدس وموجهه على راس ماركو والتاني على راس ابوه انه لو ما حولش الفلوس على حسابه البنكي هيقتلهم هما الاتنين. بيضطر هان يوافق وبيحول ال 10 مليون دولار امريكي، وسلم له ماركو قبل ما يمشي بيقوله ما يقلقش عشان مش هيموت النهارده. وهو ماشي بيفتكر انه مصاب، فبيعرج على رجله وبيقول لهان انه بقى معاه 10 مليون دولار يقدر يعالج بها رجله. وقبل ما يمشي هان ورجالته بيرفعوا عليه الاسلحه، فبيضحك المحترف وقال له ان العار احسن من الموت، وبصل هان وقال له انه محترف، وبعد كده قال بصوت عالي كلمه انزل مرتين عشان يشتت انتباههم، وفي لحظه كان مخلص عليهم كلهم. ولما كان بيضرب الرجاله هان مسك الشوت جن ولسه هيضرب لقى الرصاصه جايه له من حيث لا يدري. هان فضل يزحف لحد ما قعد على الكرسي واعترف انه محترف فعلا ومات، وكان كل ده ماركو بيتفرج عليه. والمحترف بص لماركو وكمل تمثيل ان رجله وجعاه وماشي بيعرج وماركو سانده، وفضلوا ماشيين لحد ما اخته خرجت ومعاها مسدس وعاوزه تقتل ماركو عشان مش ضامنه بعد ما يمشي انه مش هيجي بعد كده ويطالب بحقه في الورث. فضلت تعصبه لحد ما ماركو ساب الراجل وراح ضربها، وهي بصت المحترف وطلبت منه ان يقتل ماركو وهتديله اي مبلغ هو عاوزه، لكنه رفض وكان مستغرب من الاخوات اللي بيموتوا بعض، وعرف ماركو ان مش منهم في وسط استغراب ماركو وأخته. وحكى ليهم ازاي زور الورق وان المحاميه كانت عاوزاه يدور على اخوهم وهو جاب واحد مزيف، ولما دخل المستشفى غير نتائج التحليل وانه كان عاوز يساعد حد محتاج للفلوس دي قبل ما يموت. وماركو مسكو كان هيضربه بس هو بيمسك ايده وعرفه ان 10 مليون دولار امريكي دول هيكفوا علاج امه والعمليه، وانه حاسس بيه لان هو كمان طلع كوبينو، وبعد كده فضل يكح وبان عليه التعب وبينزل دم من بقه. فبيرجع ماركو يسنده ومشي من القصر قبل ما تيجي الشرطه، والمحترف راح وحط ايده على العربيه وهو متضايق وبيتكلم نفسه ويقول ان العربية ليها تأمين بس مش هينفع يصلحها عشان يضرب عليها نار، وخلى ماركو هو اللي يسوق عشان يجري المصابة دي. وبعد مدة بنلاقي الراجل اللي كان بيدور لماركو على ابوه بيبني مدرسة جديدة للكوبينو، وبنلاقي ماركو في المستشفى مع امه وشكلها بدأ يتحسن وعلامات الضرب اللي في وشه راحت، وبيروح يقابل المحترف اللي لحد دلوقتي محدش عارف اسمه ايه، وبيقرر ماركو ان مش عايز يعرف مين ابوه. ولما بيلاقي المحترف لسه تعبان بيسأله راح للدكتور ولا لا، بيقولوا لا لانه بيتابع مع حد بياخد منه فلوس كتيره بس بيديله علاج بيخليه ما يحسش باي وجع، ونصحه يبعد عن الملاكمه والقمار ويكمل مع مامته وسلم عليه وعرفه انه مش هيقابله تاني. بعد وقت بنلاقي المحترف قاعد قدام دكتور وبيعرفه ان الاول كان بيعمل 50 عمليه قتل ودلوقتي بقى يعمل 100 عمليه قتل ومش بيحس بحاجه، وانه دايما جعان وبقى ياكل كتير، والدكتور قاله انه كويس وما فيهوش اي حاجه وان العلاج اللي كان بياخده مجرد فيتامينات مختلفه مناسبه معاه، ونصحه بعد كده ما يروحش غير لدكتور مختص. والراجل فضل يضحك على خيبته والفلوس الكتير اللي كان بيدفعها على حبة الفيتامينات، وهنا بنعرف ان المحترف بيتنصب عليه عادي. وتوتا توتا خلصت ام الحدوتة. ولو عجبكم الملخص ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.